يسعد مساكم جميعاً. اليوم إن شاء الله راح نبلش بسكشن 3.4 اللي هو بيحكي لنا chain rule اللي هي مشتقة أو قاعدة السلسلة. خلونا قبل ما نبلش نشوف نتعرف عليها، بس نأخذ مثال صغير. لو كان حاكي لي y بتساوي 2x زائد 3، لما كنا إحنا نيجي نشتقها اللي هي y فتحة يعني dy بالنسبة لx، يعني اقتران y أنا بدي أشتقه بالنسبة لx اللي هي راح تساوي عندي 2. طب لو حكينا y بتساوي 5 يو تربيع زائد 6 يو، نيجي نشتقها يعني الدي واي اوفر دي يو شو رح تساوي؟ رح تساوي عنا 5 ب 2 10 يو زائد 6 في 1 6. تمام، هيك رح تطلع عنا المشتقة. طيب حسب اشوف انا متى رح استخدم قاعدة السلسلة. اول شغلة اللي هو رح نتعرف على اشي ليبنز نوتيشن. بحكي لي هون إذا كانت y اللي هي مالها هي عبارة عن اقتران بدلالة u، و u هي عبارة عن اقتران دلالة x، dy over dx شو بتساوي؟ يعني لو كان حاكي لي إنه y هي اقتران بدلالة u، كيف يعني؟ يعني المتغيرات u، يعني كيف كنا نحكي مثلا y بتساوي f الx، يعني رح تكون 2x زائد 1، 5x تربيع زائد 1، اللي هو هي عبارة عن اقتران بدلالة x. فهون لما يحكي لي y بدلالة u يعني 5 u زائد 1، 6 u تربيع زائد 2 u مثلا زائد 3، يعني هيك بدها تكون مالها بدلالة u. ونفس الحكي u بتساوي g x هو عبارة عن اقتران رح يكون بدلالة x. فهون طالب منا du over dx يعني dy over dx، بده ايانا نشتق y بالنسبة لx. هسا هون ما بزبط اني اشتق مباشرة، ليه؟ لانه y هي عبارة عن اقتران بدلالة u، ويو هي عبارة عن اقتران بدلالة x، فما بزبط أجي أشتق مباشرة من y لx. ففي مراحل رح أمشي فيها. أول شغلة y لوين بتودي؟ بتودي ليو، ويو لوين بتودي؟ لx. فأنا بدي من y لx، فلازم أمشي من y ليو ومن u لx. تمام، فش رح نيجي نحكي dy على dx اللي هي شو رح بتساوي عنا؟ dy على du ضرب du على dx. هيك احنا بنتوصل لدي واي على دي اكس. واي عنا بدلالة يو رح اشتقها بالنسبة ليو، بعدين رح اشتق يو بالنسبة لاكس واضربهم مع بعض. يعني كتخيل انه ليش المقدار يلي هون بيساوي المقدار يلي هون، يعني تخيلوا انه دي يو مع هون مع هاي بتروح، فش رح يضل عندكم؟ رح يضل عندكم دي واي على دي اكس. خلونا نشوف عنا مثال. بحكي لهون اكزامبل واي بتساوي يو تربيع ويو بتساوي 2 اكس، بده الدي واي على دي اكس. فأنا لازم عشان أتوصل من دي واي على دي اكس رح أمشي على القاعدة اللي هي بتساوي الدي واي على دي يو مضروبة في الدي يو على دي اكس. نيجي نشتق إحنا دي واي على دي يو، يعني أنا بدي أشتق الاقتران واي بالنسبة ليو. تمام، شو مشتقة واي بالنسبة ليو؟ اللي هي عبارة عن 2 يو. دي يو بالنسبة لدي اكس عنا يو بتساوي 2 اكس، بدي أشتقها بالنسبة لإكس رح تكون 2، يعني الجواب رح يطلع معي 4 يو. بس أنا لسه هون ما وقفت، ليه؟ لأنه هو شو حاكي لي؟ دي واي بالنسبة لدي اكس، يعني الجواب يلي رح يطلع معي رح يطلع معي بدلالة اكس مش بدلالة يو. طيب أنا كيف بدي أخلي بدلالة اكس؟ هسا إحنا بنعرف إنه يو بتساوي 2 اكس، إذا باجي بعوض مكان اليو 2 اكس رح يطلع معي الجواب 8 اكس. إذا هيك بكون الجواب جاهز. إذا ليش عملنا هيك؟ لأنه حاكي لي الدي واي على دي اكس، يعني هو بده واي بالنسبة لإكس، فليش أروح أطلع له الجواب 4 يو وهو بده بالنسبة لإكس؟ فبنيجي بنعوض مكان يو كخطوة أخيرة من السؤال، يو بتساوي 2 اكس، عوضنا مكانها صارت عندنا اللي هي بتساوي 8 اكس. إذا هاي هي أول قاعدة. نشوف ثاني قاعدة معنا شو بتحكي لنا. ثاني قاعدة بتحكي لنا إذا كان واي بيساوي اف سيركل جي للإكس. الاقتران اف سيركل جي للإكس مر علينا هو عبارة عن الكومبوزيشن. كيف كنا نعمل؟ كنا نيجي نحكي أول واحد اللي هو الإف بنخليه برا، بنفتح قوسين بنحط الاقتران الثاني. تمام، هسا هاي شو مشتقتها؟ واي فتحة شو رح بتساوي بهاي الحالة؟ رح بتساوي اف فتحة جي للإكس مضروبة في جي فتحة للإكس. يعني لما يمر علي اقتران، هاي مش مشتقة ضرب، يعني ما نحكي إن هون ما بينهم إشارة معناها ضرب، لا مش مشتقة ضرب.
هون المشتقة شو رح تكون؟ رح أشتق اللي برا، هاي اللي برا رح أخذ مشتقته، واللي جوا الأقواس مش رح يعني أعمل فيه إيش، رح أخليه. بعدين بس أشتق اللي برا بنروح بنضرب بمشتقة مين؟ اللي جوا. نيجي نشوف معنا مثال شو بحكي لنا. y بتساوي sin 2 x، نيجي نشتقها. y فتحة شو رح بتساوي؟ الساين هي بدلالة مين؟ يعني عكنها هون هي الاقتران الاف، والجي هو عكنه اقتران 2x. لما بدي اجي اشتقها رح اشتق اللي هون، تمام؟ و2x رح اخليها. فنيجي نشتق الساين، شو مشتقتها؟ كوساين 2x. ما خلصنا، حكينا بعدين بنضرب بمشتقة اللي جوا الاقواس اللي هي شو مالها؟ 2. يعني رح يطلع معي الجواب 2 في كوساين 2x. رح نشتق اللي برا، لما نشتق اللي برا اللي جوا الأقواس ما بنلعب فيه، بعدين بنعمل في مشتقة اللي جوا الأقواس لحال. نيجي نشوف معنا القاعدة الثالثة اللي هي شو بتحكي لنا. القاعدة الثالثة، إذا كانت y بتساوي f x لكل قوة n، هاي كيف رح أشتقها؟ y فتحة رح بتساوي n في f x n minus 1 في f الفتحة للx. يعني رح أجي أنزل ال n هون، تمام؟ وأعمل أضربها في f الx زي ما هي، لنرفع الأقواس n ناقص 1 مضروبة في مين؟ في مشتقة اللي جوا. نيجي نشوف معنا مثال شو بحكي لنا. يعني ممكن هسا حد يحكي طب ليش يعني هاي القاعدة؟ طب مثلا لو كان معطيني القاعدة تربيع ولا تكعيب عادي بفكفك وبضرب وبطلع المشتقة لحال. طب لو كان هو معطيكم لكل قوة مثلا 20، بدنا نفكفك 20 مرة يعني الأقواس، ولا لو كان مثلا معطينا لكل قوة 200، ما حد يحكي مستحيل، لا عادي ممكن يعطينا لكل قوة 200 طول ما هو معطيني قاعدة بتسهل علينا. فبالتالي هاي بتلزمني لأنه مرات بكون الـ N يلي طالبها مثلا زي ما حكيت لكم لكل قوة 100 لكل قوة 200 تكون كبيرة، فصعب إني أفكفك. تمام، نيجي نشوف مثال شو بحكي لنا. y بتساوي 2x زائد 1 لكل قوة 5. نشوف y فتحة شو بتساوي. حكينا بننزل ال n صح؟ يعني رح أنزل الخمسة وأضربها في 2x زائد 1، خليتها زي ما هي، هو 4. الأربعة من وين أجت؟ حكينا 5 ناقص 1 يعني n ناقص 1 مضروبة في مين؟ مشتقة التنين x زائد 1، مشتقة اللي جوا الأقواس. شو مشتقة التنين x زائد 1؟ هي عبارة عن شو؟ عن 2. تمام، رح يطلع معي الجواب 10 في 2x زائد 1 لكل قوة 4. نيجي نشوف القاعدة الرابعة شو بتحكي لنا. القاعدة الرابعة بتحكي لنا لو كان معنا y بتساوي e هو f x، شو مشتقة الواي بهاي الحالة؟ اللي هي عبارة عن e هو f x مضروبة في f الفتحة للx. يعني لو كان معطيني e قوة اقتران، فرح المشتقة شو مالها؟ رح أخليها زي ما هي وأضربها في مين؟ في مشتقة الاقتران يلي هون. نشوف مثال عليها. بحكي لي y بتساوي e قوة x تربيع، شو هي مشتقة y؟ حكينا بنخليها زي ما هي، إيه قوة إكس تربيع في مين؟ يعني هي إيه قوة إف الإكس خليتها زي ما هي مضروبة في مشتقة اللي هون. شو مشتقة الإكس تربيع؟ هي عبارة عن 2X، يعني 2X إيه قوة إكس تربيع. نيجي نشوف القاعدة الخامسة. بحكي لنا إذا كانت واي بتساوي A قوة X، مر علينا الـ A قوة X. الـ A قوة X هي عبارة عن exponential function صح؟ وكنا حاكين شروط على الـ exponential function، حاكين إنه A أكبر من صفر. يعني هون لما يكون معاكم 2 قوة X ولا 3 قوة X ولا 1 قوة X، تمام؟ المفروض إنه يكون ماله أكبر من صفر. تمام، هاي شو بدها تساوي عنا؟ نيجي نشوف شو هي مشتقتها الواي فتحة؟ اللي رح أخليها زي ما هي A قوة X ضرب لن مين؟ لن الـ A.
ما تخربشوا تحكوا لن الاكس لن الاي لن اللي هون العدد يلي هون اللي هو اكبر من صفر في مشتقة مين؟ في مشتقة الاقتران اكس. لا هسا هون ما في عنا يعني هون واي فتحة او انا خليني اخذ القاعدة السادسة اول شوي هاي برجع لها بس خليني اخذ القاعدة الخامسة بدي اعتبرها انه هي واي بتساوي ايه هو اف الاكس المشتقة لإلها شو رح بتساوي عنا المشتقة اللي هي عبارة عن A هو F X زي ما هي مضروبة في لن الـ A مشتقة مين F X يعني لو كان معطيني exponential A قوة F X يعني 3 قوة X تربيع ولا 3 قوة X تكعيب المهم 3 قوة اقتران فالمشتقة لإلها شو بتساوي بخليها زي ما هي A قوة F X بضربها في لن الأساس اللي هو لن الـ A يلي هون بضربها في مين؟ في مشتقة F الـ X يلي هون اللي هي F الفتحة للـ X نأخذ مثال عليها بحكي لي مثلاً Y بتساوي 5 sin X شو هي مشتقة الـ Y بهاي الحالة؟ اللي رح بتساوي 5 sin X خليتها زي ما هي مضروبة في لن الخمسة مضروبة في مين؟ في مشتقة الساين ما ننساش شو مشتقة الساين كوساين؟ X. تمام نيجي نرجع للقاعدة السادسة اللي أنا شطبت عليها من شوي اللي هي Y بتساوي AX شو مشتقة الـ AX هون مشتقتها رح تطلع معي Y فتحة اللي هي بتساوي AX في لن الـ A ليش أنا شطبت عليها وأعطيت هاي قبلها هاي زي هاي ما اختلفنا X هي عبارة عادي عن اقتران بس هون ليش ما حطيت في F الفتحة للإكس؟ لأنه هون شو مشتقة الإكس؟ مشتقة الإكس واحد فكأنه هون ضرب واحد لهيك ما حطيناها إذن لو كان عندي A قوة X يعني 3 قوة X 5 قوة X X مش X تربيع تمام؟ X هون فبالتالي المشتقة نفسها في لن العدد يلي هون لكن لو كان معي A مثلا A الاقتران F الX يلي هون غير الX كان عندي X تربيع ولا 2x ولا 3x يعني 2 قوة 2x ولا 3x أي إشي فرح نشتقه بهاي الطريقة اللي هو A قوة F الـ X زي ما هي في لن الـ A في F الفتحة لمين للـ X هاي نأخذ مثال عليها لو إجي حكالنا بده Y بتساوي 3 قوة X يعني هون نحكي Y بتساوي 3 قوة X شو مشتقتها Y فتحة اللي هي رح بتساوي 3 قوة X في لن مين لن الثلاث هسا هيك قواعد السكشن جاهزة وباعتبار أصلاً السكشن خلص ليه؟ لأنه السكشن بيمشي على هاي القواعد فإحنا أخذنا كل القواعد هسا بس الأسئلة اللي بتضل علينا تطبيق عملي قبل ما نبلش تطبيق العملي بس خلونا نراجع القواعد على السريع نشوف إيش القواعد اللي كانت معنا اللي هي أول قاعدة لو كان معطيني y بتساوي f ال u u بتساوي g ال x معناها أنا بدي من dy ل dx يعني بدي أتوصل من dy ل dx اللي هي بتساوي بشتق الاقتران اللي معي بالنسبة ل u مضروبة في مين؟ du بالنسبة ل dx هاي أول قاعدة ثاني قاعدة كان بحكي لي لو كان إحنا عنا لو كان عندي f وجوا الأقواس g ال x فإحنا رح نشتق الاقتران يلي برا g ال x بعدين نضربه في مشتقة مين؟ الاقتران يلي جوا الأقواس ثالث قاعدة لو كان معي الاقتران لكل قوة N فكيف بشتقه؟ N في الاقتران لكل قوة N-1 في مشتقة مين؟ F الـ X رابع قاعدة إنه Y بتساوي E قوة F الـ X فشو هي مشتقتها؟ E قوة F الـ X في مشتقة مين؟ F الفتحة للـ X خامس قاعدة إنه إحنا لو كان معانا y بتساوي a قوة f x مشتقتها رح تكون y معنا a قوة f x مشتقتها رح تكون a قوة f x في لن ال a في مشتقة مين f x في f الفتحة لل x والأخيرة اللي هي y بتساوي a قوة x مشتقتها رح تكون a قوة x في لن ال a يعطيكم العافية إن شاء الله بالمحاضرة القادمة رح نطبق تطبيق عملي ونأخذ أسئلة على اللي حكيناه اليوم خلونا نكمل ونأخذ مجموعة أمثلة اللي كنا نشرح فيه من شوي اللي هو قواعد جنرال أول مثال بيحكي لنا إذا كانت y تساوي sin x تربيع طبعا هون كله بده يانا نوجد المشتقة من كل هاي الأسئلة
أول شغلة نيجي إحنا بدنا واي فتحة، تمام؟ هسا مش هاي عبارة ساين إكس تربيع، كيف بدي أشتقها؟ نشتق اللي برا الأقواس، بعدين في مشتقة اللي جوا الأقواس، صح؟ مش هيك القاعدة أخذناها؟ شو مشتقة الساين كوساين إكس تربيع مضروبة في مين؟ مشتقة اللي جوا الأقواس 2X، يعني الجواب رح يكون عبارة عن 2X كوساين إكس تربيع. نشوف تاني مثال معنا اللي هو Y بيساوي ساين تربيع للإكس. بس بدنا ننوه لها كمان مرة لهاي الشغلة، إنه ساين تربيع للإكس شو بتساوي؟ ساين إكس لكل تربيع، يعني التربيع هون مش على الإكس، وساين تربيع إكس ما بتساوي ساين إكس تربيع. هسا هاي واي بتساوي ساين تربيع للإكس بتساوي مين؟ اللي هو السؤال اللي معنا، y بتساوي sin x لكل تربيع. مش هاي عبارة عن f x لكل قوة n من شوي أخذناها، تمام؟ لما نشتقها كيف بنعمل؟ حكينا بننزل الاثنين في sin x هو واحد، مشتقة اللي جوا الأقواس، مين مشتقة اللي جوا الأقواس؟ اللي هي sin، شو مشتقتها؟ cosine. يعني رح يطلع معي 2 sin x كوساين x اللي هي شو بتساوي؟ اللي هي بتساوي ساين 2 x، تمام؟ نيجي نشوف المثال الثالث معنا، ثالث مثال اللي هو اللي هي بتساوي كوساين تان بين قوسين ساين اي قوة x. هاي كيف بدنا نشتقها؟ ببساطة بنشتق اللي برا الأقواس، حكينا صح؟ أول شغلة رح نشتق اللي برا الأقواس، شو مشتقة الكوساين عنا؟ سالب ساين، إذن سالب ساين تان، حكينا اللي جوا الأقواس بنخليه زي ما هو لما إحنا نيجي نشتق اللي برا، مضروبة في مين؟ مشتقة اللي جوا الأقواس، مين اللي عنا جوا الأقواس هون؟ اللي عنا جوا الأقواس تان ساين اي قوة اكس، تمام. هسا كيف بدنا نشتقها هاي؟ يعني هسا اللي جوا الأقواس هو عبارة عن تان ساين اي قوة اكس، صح؟ هاي اللي جوا الأقواس، يعني احنا جينا اشتقينا اللي برا، هي سالب ساين في القوس زي ما هو، بدي اجي اشتق اللي جوا الأقواس، هاي اللي جوا الأقواس، نفس المبدأ رح اشتق اللي برا القوس اللي هون، اللي هو رح اشتق مشتقة التان، القوس اللي هون رح يضل زي ما هو عندي، بعدين في مشتقة مين؟ يلي جوا الأقواس في ساين اي قوة اكس، تمام؟ إذن شو هي مشتقة التان؟ مشتقة التان هي عبارة عن السيكنت تربيع للإكس، إذن سيكنت تربيع لمين؟ للساين اي قوة اكس. إذن هاي وضحت من وين جبناها؟ هسا إحنا اشتقينا اللي برا الأقواس، حكينا بدنا نشتق اللي جوا الأقواس، إيش هو اللي جوا الأقواس؟ هو عبارة عن تان ساين إي قوة إكس، فبنرجع برضو بهاي الحالة بدي أشتق اللي برا الأقواس ماله لحاله، شو مشتقة التان؟ سيكنت تربيع، فتحنا القوسين ساين إي قوة إكس، بعدين شو بنروح نيجي لجوا القوس، ماشيين إحنا خطوة خطوة، اللي جوا القوس عندنا ساين إي قوة إكس، كيف بشتق الساين إي قوة إكس؟ راح أشتق الساين أول اللي هي برا القوس، بعدين راح أشتق الإي قوة إكس، تمام؟ هسا بنيجي شو مشتقة الساين؟ مشتقة الساين عنا هي عبارة عن كوساين، كوساين اي قوة اكس في مشتقة مين؟ تنسوش مشتقة هاي اللي جوا اللي هي اي قوة اكس، اي قوة اكس يعني هاي هيك نكربش عليها. اذا المشتقة شو طلعت عنا؟ سالب ساين تان الساين اي قوة اكس مضروبة في سيكنت تربيع ساين اي قوة اكس مضروبة في كوساين الإي قوة إكس في مين؟ في إي قوة إكس. نيجي نشوف رابع مثال معنا، اللي هي واي بـ إن ثيتا. هاي كيف بدنا نشتقها؟ ثلاث، الكوتان شو مشتقتها الكوتان؟ الكوتان هي عبارة عن سالب كوسكنت تربيع، سالب كوسكنت تربيع تان ثيتا، لا ان ثيتا،
يعني أنا رح أشتق لبر الأقواس. شو مشتقة لبر الأقواس اللي هي الكوتان؟ سالب كوسكن تربيع إن ثيتا. في مشتقة مين اللي جوا الأقواس؟ شو مشتقة إن ثيتا؟ هي عبارة إن ضرب مين؟ إن. إذن رح يطلع معي سالب 3 إن كوسكن تربيع إن ثيتا. تمام، نيجي نشوف المثال الخامس، يعني هي الأمثلة بس تطبيق على القواعد ما فيها إشي. المثال الخامس شو بحكي لنا؟ y بتساوي e قوة u ناقص e قوة سالب u على e قوة u زائد e قوة سالب u. هاي كيف بدي أشتقها؟ طالب منا y فتحة، أكيد هون y فتحة قصده فيها dy على du. هاي كيف بدي أشتقها؟ هي عبارة عن مشتقة بسط ومقام، صح؟ شو مشتقة البسط والمقام؟ هي عبارة عن المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. المقام إي قوة يو زائد إي قوة سالب يو، صح؟ في مشتقة البسط، البسط شو هي مشتقته؟ إي قوة يو ناقص إي قوة سالب يو زائد حتى. ليه؟ هسا إحنا هاي المقام تمام؟ في مشتقة البسط إي قوة يو شو مشتقتها؟ اللي هي اي قوة يو في مشتقة اليو اللي هي واحد، هيها اي قوة يو. طب اي قوة ناقص هاي الناقص اي قوة سالب يو شو مشتقتها؟ هي عبارة عن نفسها في مشتقة يلي فوق، اي قوة سالب يو تمام مضروبة في مين؟ في سالب واحد. ليه سالب واحد؟ من وين اجتني؟ السالب يو، فسالب مع سالب صار عنا موجب هون. تمام، ناقص المقام اللي هو اي قوة يو ناقص اي قوة سالب يو في مشتقة مين؟ البسط. شو هي مشتقة البسط يلي عنا؟ اللي هي إي قوة يو، هيا مشتقة البسط في مشتقة المقام، المقام شو مشتقته؟ إي قوة يو، صح؟ زائد إي قوة سالب يو مضروبة في سالب واحد، يعني هي نفسها ناقص إي قوة سالب يو على المقام تربيع إي قوة يو زائد إي قوة سالب يو لكل شو؟ لكل تربيع. هسا نيجي بنظبط شكلها، واي فتحة شو رح تساوي؟ رح نيجي نوزع أول قوسين اي قوة يو نضربها في اي قوة يو، في حالة الضرب احنا رح نجمع الأسس، يعني بدي أشتغل على هدول القوسين أوزعهم مع بعض، هاي في هاي رح يعطيني اي قوة 2 يو زائد اي قوة يو ضرب اي قوة سالب يو، يعني يو زائد سالب يو صفر، اي قوة صفر واحد. تمام، هسا زائد اي قوة سالب يو تمام مضروب في اي قوة يو واحد زائد اي قوة سالب يو مضروب في اي قوة سالب يو، اي قوة سالب 2 يو. تمام، نيجي المقدار الثاني ناقص. هسا بدنا نركز على شغلة هون، احنا هون لما نيجي نضرب اي قوة يو في اي قوة يو لازم انتبه على الناقص، يعني هاي اي قوة يو بدي اجي اضربها في اي قوة يو لازم انتبه على هاي الناقص، يعني هاي الناقص لازم نوزعها هون. فاحنا شو بنيجي بنحكي؟ ناقص سالب الاي قوة يو مضروبة في اي قوة يو، فشو رح يعطيني؟ سالب اي قوة 2 يو. تمام، سالب الاي قوة يو مضروبة في سالب الاي قوة سالب يو، شو رح يعطيني؟ في سالب موجب، اي قوة يو مضروبة في اي قوة سالب يو، يعني اي قوة صفر اللي هي واحد زائد. هسا هون سالب مع سالب بصير موجب، فبتصير عندي اي قوة سالب يو مضروبة في اي قوة يو واحد، سالب مع سالب موجب، اي قوة سالب يو مضروبة في سالب اي قوة سالب يو اللي شو رح يطلع معي؟ سالب اي قوة ناقص 2 يو. بس اتأكد انه هيك صح، اي قوة سالب 2 يو تمام هيك صح على المقام تربيع. هسا نيجي نشوف اذا في اي تشطيبات. هاي مع هاي بتروح، ليه؟ لانه سالب وموجب. هاي مع هاي بتروح، ليه؟ لانه هون سالب وهون موجب. شو رح يضل عندي؟ واحد 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 واحد، يعني رح يضل عندي اربعة. اذا الجواب شو رح يطلع معي؟ اربعة على اي قوة يو زائد اي قوة سالب يو لكل تربيع. هاي هي مين؟
هاي هي المشتق. سادس مثال اللي هو اللي معنا بحكي لنا اف تي اللي بتساوي ساين تربيع اي قوة ساين تربيع للتي. هاي كيف بدنا نشتقها؟ بدنا احنا اف الفتحة للتي. هاي كيف رح نشتقها؟ رح نشتق اللي برا الأقواس، تمام. بس نيجي لو اجي اكتب لكم اياها بصورة تانية عشان توضح احسن، هي عبارة عن ساين اي ساين تي، هاي لكل تربيع ان هيك لكل تربيع، ممكن هيك المقدار يعني هاي نفسها، تمام. هسا لما نيجي نشتقها احنا شو رح نعمل؟ رح ننزل التنين هون، فرح يصير عندي شو بتساوي المشتقة هون؟ تنين في ساين اي قوة ساين تربيع للتي قوة واحد، يعني احنا بننزل التنين هون، فصارت عندي تنين في ساين المقدار لكل قوة تنين ناقص واحد اللي هي واحد. بعدين شو بنروح نشتق؟ هسا نشتق شو هي مشتقة الساين، يعني رح أبلش شغلة شغلة، رح أشتق مين؟ اللي برا الأقواس. اللي برا الأقواس مين هو؟ هو عبارة عن الساين. شو مشتقة الساين؟ كوساين. إذن في كوساين اي ساين تربيع للتي، تمام. بعدين شو رح نيجي نعمل؟ رح نيجي نشتق هي اللي جوا الأقواس. اللي جوا الأقواس هو عبارة عن اي ساين تربيع للتي. شو مشتقة اي قوة اف الاكس؟ هي عبارة عن نفسها اي قوة ساين تربيع للتي في مين؟ مشتقة يلي عليها. شو مشتقة الساين تربيع للتي؟ مش الساين تربيع للتي هي نفسها ساين التي لكل تربيع؟ فشو هي مشتقتها؟ رح تكون عبارة عن تنين ساين التي مضروب في مين؟ كوساين التي. إذا هون ضرب مين؟ تنين في ساين التي مضروب في مين؟ كوساين التي. بس أوضح كمان مرة إنه هاي كتبناها بهاي الطريقة، تمام؟ ممكن أنتم ما تكتبوها بهاي الطريقة، بس انتبهوا إنه الهون إنكم تيجوا لما تيجوا تشتقوا الساين تربيع إنه تنين تنزل، فبصير عندكم تنين ساين المقدار، تمام؟ هسا شو بنيجي نعمل بعد ما صار تنين ساين المقدار؟ رح نيجي نشتق اللي برا الأقواس. مين اللي برا الأقواس؟ الساين. شو مشتقة الساين؟ كوساين. كوساين اللي جوا الأقواس، تمام. بعدين شو بنيجي بنعمل؟ نشتق اللي بين الأقواس اللي هو اي ساين تربيع للتي. اي ساين تربيع للتي شو مشتقتها؟ نفسها في مشتقة مين؟ اللي عليها. شو مشتقة الساين تربيع للتي؟ هي عبارة عن تنين ساين التي شو مش في ساين في مشتقة مين؟ الساين اللي هي عبارة عن كوساين. نيجي نشوف مثال، بحكي لي هون مثال سبعة، لو كان معطيني جيل اكس اللي هي بتساوي 2 ار اي قوة ار اكس زائد ان قوة بي. هسا هاي لو نيجي احنا نشتقها شو رح بتساوي؟ رح انزل مين؟ القوة، فرح يصير عندي بي في 2 ار اي ار اكس زائد n في b ماينس واحد. ما خلصنا، لازم نيجي نشتق مين اللي جوا الأقواس. شو مشتقة اللي جوا الأقواس؟ 2r في a قوة rx. شو مشتقتها؟ هي عبارة عن 2r في a r a قوة rx. شو مشتقتها؟ نفسها في ln مين؟ ln ال a في مشتقة اللي هون اللي هي عبارة عن r. مشتقة ال n صفر، ليه؟ لأنه أنا عمالي بشتق بالنسبة لمين؟ بشتق بالنسبة ل x. رح يطلع معي اللي هو بي بتنين ار مضروب في اي قوة ار اكس زائد ان لكل قوة بي ماينس واحد في مشتقة اللي جوا اللي هو تنين ار في اي قوة ار اكس في ار في لين الاي، تمام. نيجي نشتق هون، بحكي لي المثال الثامن، تنين قوة تلات قوة اكس تربيع. هسا اول اشي تنين قوة تلات اكس تربيع، التلات قوة اكس تربيع، هاي كيف نستخدم القاعدة عليها؟ هي عبارة عن A قوة X، صح؟ الـ A قوة X اللي هي كيف كنا نشتقها؟ هي عبارة عن نفسها في لين الـ A مضروبة في مين؟ في مشتقة الاقتران اللي عليها F الفتحة للـ X. فهون رح أمشي على القاعدة خطوة خطوة، اللي هي شو بتساوي الـ Y فتحة؟
عبارة عن 2 قوة 3 قوة إكس تربيع ضرب مين؟ لن الـ A اللي هي لن 2 ضرب مين؟ مشتقة مين؟ 3 قوة إكس تربيع. مش هاي عبارة عن F الـ X؟ فكيف بشتق F الـ X؟ في 3 قوة إكس تربيع لكل مشتقة، تمام؟ عندي 2 3 إكس تربيع لن 2. شو مشتقة الثلاث قوة إكس تربيع؟ مشتقة الثلاث قوة إكس تربيع نفس المبدأ، هي عبارة عن ثلاث قوة إكس تربيع لن الثلاث ضرب مين؟ 2 إكس. ليه؟ هاي من وين جبتها؟ بس أعيد القاعدة. القاعدة لما كان معانا A قوة إكس شو كانت؟ كانت المشتقة لإلها A قوة إكس مضروبة في لن الـ A A قوة A شوي، كان معنا A قوة F الـ X، صح؟ القاعدة المشتقة لإلها هي عبارة عن A قوة F الـ X في لن الـ A في مشتقة مين؟ F الفتحة للـ X. فهون أنا مشيت على القاعدة، أنا بدي المشتقة لهاي، فهي عبارة عن 2 قوة 3 قوة X تربيع في لن 2 في مشتقة مين؟ الاقتران يلي هون اللي هو 3 قوة X تربيع. طب شو مشتقة 3 قوة X تربيع؟ 3 قوة X تربيع برضو على القاعدة بمشي عليه، هو عبارة عن 3 قوة X تربيع في لن الثلاث في مشتقة مين؟ الإكس تربيع اللي هي بتساوي 2 إكس. هسا في عندكم طريقة تانية اللي هي بتأدي فينا لنفس الطريقة، اللي هي بنفرض، ثواني، إحنا كان بده واي بتساوي 2 قوة 3 إكس تربيع. يجي بنحكي جيل إكس شو بتساوي؟ 3 قوة إكس تربيع بنفرضها. إذا واي شو بتساوي؟ 2 قوة جيل إكس. واي فتحة شو بتساوي؟ 2 قوة جيل إكس في لن 2 جي فتحة للإكس. يعني جيل إكس اللي هي شو إحنا فارضينها؟ هي عبارة عن 2 قوة 3 إكس تربيع في لن 2 جي فتحة للإكس. شو مشتقة هاي جي إكس، تمام؟ شو مشتقتها؟ مشتقتها هي عبارة عن 3 قوة إكس تربيع في لن 3 في مين؟ في 2 إكس، مشتقة الهاي اللي هون. فهون بس باجي بعوض 3 قوة إكس تربيع لن 3 2 إكس، وهيك بيطلع معانا السؤال جاهز. بس نتأكد منه، تمام، ممتاز. نيجي لعند آخر، السؤال بحكي لنا هون example let f capital لل x تساوي f small 3 f small such that f الصفر بيساوي صفر، f الفتحة للصفر بتساوي 2. احكي لي هون find f capital مشتقة لإله للصفر، تمام. بدنا نركز هون على f capital و f small، بس أتأكد إنه كاتبين الاقتران صح. 3f 4f x، تمام. هسا إحنا بدنا نوجد المشتقة لمين؟ بده هو f فتحة للصفر، بس وين f capital؟ فإحنا عنا f ال x capital شو بتساوي؟ بتساوي f small 3 f small 4f ال x، تمام. F فتحة للX شو بتساوي؟ أنا بروح بشتق عند الX وبعدين بعوض الصفر. هسا شو بنيجي بنعمل؟ هون بدنا نركز على شغلة الأقواس. يعني أنا بدي أشتق، يعني خطوة خطوة رح أمشي هون في اللي برا الأقواس، بعدين رح أدخل للي جوا الأقواس، بعدين لجوا جوا. فهون إحنا رح نشتق في البداية مين؟ اللي برا الأقواس. بتصير F فتحة في 3 F 4 F الX، تمام، مضروبة. هسا شو بنعمل؟ احنا خلصنا من اللي برا الاقواس، صح؟ نيجي بندخل للي جوا الاقواس. انا عندي 3f 4f الاكس اللي هو انا عندي المقدار يلي هون، فنفس الحكي رح اشتق اللي جوا يلي برا الاقواس اللي هو هون، صح؟ رح يصير عندي 3f فتحه في 4f الاكس ضرب. هسا f الفتحه اللي هون خلصناها، صح؟ هسا نيجي بندخل للي جوا الأقواس للي هون، اللي هو شو ماله؟ اللي هو 4 في F الفتحة للإكس. هسا ولا إشي، بس علينا إنه إحنا نيجي نعوض. بس الفكرة من السؤال مش بالتعويض،
الفكرة من السؤال إنه إحنا كيف نشتق، نركز على اللي برا الأقواس بعدين ندخل للي جوا. فهون اشتقينا اللي برا الأقواس طلع معي هيك، هسا لازم أجي أدخل جوا الأقواس. جوا الأقواس في عندي هون إشي برا القوس، هيو إشي برا القوس يلي هون وإشي جواته، فأكيد رح أشتق أول إشي يلي برا اللي هو 3 إف الفتحة في 4 إف الإكس، بعدين بدخل لجوا القوس عندي 4 في إف الفتحة للإكس. هسا نيجي بنعوض إف الفتحة للصفر اللي هو شو بيساوي إف الفتحة للثلاث إف أربعة إف الصفر، هيك الأقواس صحيحة تمام، ضرب ثلاث إف الفتحة للأربعة إف الصفر في أربعة إف الفتحة للصفر تمام. نيجي نعوض حكي لي هون اف الفتحه لثلاث اف اربعه اف الصفر، اف الصفر هو حاكي لي صفر، فاربعه في صفر صفر، اذا هون للصفر ضرب مين ثلاث اف الفتحه اف الصفر شو بتساوي برضو صفر، اذا معناها ثلاث اف الفتحه للصفر ضرب اربعه اف الفتحه للصفر شو حاكي لي انه هي اف الفتحه للصفر، أف الفتحة للصفر صح؟ تمام، أف الفتحة للصفر اللي هي بتساوي 2، يعني اللي هو هون شو بيطلع معي؟ أف الفتحة للثلاث أف الصفر في 3 أف الفتحة للصفر في 4 في مين؟ أف الفتحة للصفر شو حاكي لي 2، إحنا هون أف الفتحة سمول بس إحنا بنوجد مين؟ الكابيتال. تمام، هسا نيجي نعوض اف الصفر عنا شو بيساوي؟ حاكي لي اف الصفر بيساوي صفر، اذا اف فتحة ثلاث في صفر، ليه؟ لانه اف الصفر صفر صفر في ثلاث اف فتحة للصفر اللي هي اربعة اف فتحة للصفر. هون اعتبروني لسه ما عوضت، هون اعتبروها اف فتحة للصفر لساتها. هسا نيجي نعوض اف فتحة للصفر اللي هي شو بتساوي؟ 2، 3 فتحة صفر 3 في 2 مضروبة في 4 في 2، يعني 2 في 6 في 8 رح يطلع معانا الجواب 96. وهيك بنكون إحنا خلصنا سكشن 3، بس في هون اللي هو مجموعة من الأسئلة هدول حلوهم موجودين بالكتاب. وهيك بنكون خلصنا لليوم، ويعطيكم ألف عافية.